لو حضراتكم فاكرين من فترة كده الحكومة كانت أعلنت عن مجموعة من الصفقات الكبرى اللي تتضمن مليارات الدولارات اللي هتدخل مصر الفترة اللي جاية، لكن وقتها ما حدش من المسؤولين قال لنا الفلوس اللي هتيجي دي هتروح فين أو الحكومة هتعمل بيها إيه. وفي الساعات الأخيرة تم الكشف عن بعض الملامح والتفاصيل الجديدة بخصوص التدفقات الدولارية اللي هتدخل مصر من الاتحاد الأوروبي ومن البنك الدولي. فيا ترى الدولة هتستغل المليارات دي كلها في إيه بالظبط، وهل هيتم سد عجز الموازنة منها؟ خلال أيام قليلة مصر هتحصل على دعم مخصص للموازنة قيمته حوالي مليار دولار من البنك الدولي. وكشفت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن التمويلات اللي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي في مارس اللي فات بقيمة 6 مليار دولار على مدار الثلاث سنين اللي جاية هتوجه للقطاع العام والقطاع الخاص. ووفقا لتصريحات الوزيرة على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي، هتحصل الحكومة على تمويلات بقيمة 3 مليار دولار، منها 500 مليون دولار سنويا مخصصة لدعم الموازنة في إطار برنامج دعم سياسات التنمية المرتبط بالإصلاحات الهيكلية اللي بتعملها الحكومة، بالإضافة لتخصيص دفعة لدعم الموازنة بقيمة 200 مليون دولار من تمويلات الجزء الثالث من برنامج تكافل وكرامة اللي بيدعم الأسر الفقيرة، ودي هتكون متاحة بحلول يونيو. دعم الموازنة العامة للدولة مش هيقتصر على المبلغ ده بس، ده كمان هيزيد من خلال مشاركة بعض الدول الثنائية، يعني مثلا مع بداية النص الثاني من 2024 هتحصل مصر على 200 مليون دولار إضافية من بريطانيا، ودول تانية برضو هتمنح مصر تمويلات ضمن اتفاقيات مبادة الديون وتنفيذ المشروعات الخضراء. وزي ما كلنا تابعنا في مارس اللي فات أعلنت مجموعة البنك الدولي توفير تمويلات بإجمالي 6 مليار دولار لمصر على مدى 3 سنين، ودعم مجموعة البنك الدولي ده جه بعد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لمصر. وفيما يتعلق بالتمويلات من الاتحاد الأوروبي البالغ قيمتها 7.8 مليار دولار حتى عام 2027، فهيتم تخصيص 5 مليار دولار منها لدعم الموازنة، وحاليا جاري العمل مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بشأن برنامج طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة، بالإضافة لبرنامج تاني بتعمل مصر على صياغته مع البنك الدولي مرتبط بحوكمة الشركات المملوكة للدولة. وأطلقت مصر مؤخرا برنامج لطرح حصص في 40 شركة وبنك موزعة على 18 قطاع، بتستهدف الحكومة منه تحقيق عوائد بتبلغ حوالي 6.5 مليار دولار في 2024 فقط، تضاف ل 3.1 مليار دولار حصلتها الدولة من الطروحات الحكومية من مارس 2023 وحتى فبراير اللي فات. الخطة تستهدف كمان التخارج من 7 قطاعات، منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثمارات الدولة في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة القطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات. البرنامج الجديد مع البنك الدولي واللي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في برنامج الحكومة الإصلاحي بيعتمد بشكل أساسي على مبدأ فصل الإدارة عن الملكية اللي أقرته الحكومة في وثيقة ملكية الدولة اللي بتهدف لإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل وتهيئة مناخ الاستثمار بالشكل الأفضل وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. أنا أشرفت أشرف، وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.